رفض جوي وثلوج، هذا عنوان فقرتنا الأولى. معنا عبر الهاتف دكتور عبد الله خطبة، مدير مركز سما العلوم والتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير لكل جميع المستمعين. أهلا فيك. نتحدث عن ملامح هذا المنخفض المتوقع وصوله لإلنا مساء الخميس صباح يوم الجمعة. حدثنا أكثر عن طبيعة هذا المنخفض، وإذا صدقا رح يوصل بالشدة اللي عم نتحدث عنها. طبعا المنخفض هو من أصول أطلسية. الإشل أو الشيء التوقعات هي أن يصل منخفض وتصل معه جبهة باردة مساء الخميس أو بعد منتصف ليلة الخميس بأوائل ساعات الصباح من يوم الجمعة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقابل هذا المنخفض المشبع بالمياه مع جبهة باردة جدا مع وجود استمرار درجات الحرارة المنخفضة يوم الأربعاء والخميس في البلاد، مما سيؤدي إلى هطول الثلوج على مرتفعات نسبيا تحت 900 متر يعني على الأكثر أو على الأغلب. نعم. نعم دكتور، يعني يجري الحديث انه المنخفض راح يكون كمان لفتره زمنيه قصيره مثل المنخفض السابق قبل اسبوع ونصف تقريبا. بدايه نسال حضرتك شو السبب انه المنخفضات في منطقتنا عم بتكون لفتره زمنيه قصيره تقريبا 48 ساعه، وتحكي لنا اكثر تفاصيل عن يعني متى متوقع انتهاء هذا المنخفض؟ كل منطقة الشرق الأوسط أو آسيا تتأثر بمرتفعات تعيق هذه السنة، تعيق وصول المنخفضات الجوية. هذه هي المشكلة الكبرى. المشكلة ليست لدينا فقط، هناك مشكلة على كل الكوكب بعد كل المشاكل في الانحداث الحراري الذي نتحدث عنه منذ سنوات. المنخفضات التي تصلنا بشكل متقطع جدا، لكن في الفترة الأخيرة لدينا كميات جيدة من المياه. المشكلة التي نعاني منها ليست مشكلتنا نحن، ليست مشكلة المنطقة فقط، لكن هناك مشكلة عالمية على مستوى كل العالم في توقعات الطقس. هناك مناطق مثل الولايات المتحدة الأمريكية تصلها منخفضات وتصل درجات الحرارة إلى مستويات ريكورد غير معتادة. كل المناخ في حالة تقلب مخيفة وتستدعي فعلا الانتباه والحذر. سؤال جانبي لعله خارج مجال عملكم، لكن يعني بحيرة طبرية، هل في ازدياد في هاي الفترة ممكن يكون اذا بنتحدث عن المياه؟ نعم، في الايام او في المنخفض الاخير ازدادت اكثر من 2 سم، وهذا المنخفض سيكون مشبع في المياه، صحيح سيكون قصير لمدة يوم ونصف لكنه مشبع في المياه، على الاكثر نعم سترتفع نسبة المياه في طبرية، لكن الناس تنتظر او الناس ينتظرون الثلوج. الثلوج هي انا على او حسب ما نرى حتى الان، حسب ما يصلنا من صور من الاقمار الصناعيه، هنالك عده مناطق ستنعم بالثلوج. لا ادري اذا كانت الناصره ايضا ستكون، لا الناصره صعب قليلا، لكن الجو او المعطيات تهيئ ايضا الناصره للقليل من الثلوج.